أرحب بكم أعزائي الطلبة، واليوم هو الدرس الرابع من كورس تعلم المعاكسات وتعلم المفردات الإنجليزية، وإن شاء الله راح نكمل وياكم هذه المفردات الجديدة. عندنا الأوبتيمستيك متفائل، أوبتيمستيك أوبتيمستيك. متضادتها أو ضد هذه الكلمة هي بيسيمستيك، أوبتيمستيك بيسيمستيك، متشائم. أوكي، previous يعني سابق، following following تالي، unavailable 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 يعني غير متوفر، available يعني متوفر، upstairs downstairs طابق العلوي وطابق السفلي، trust يعني ثقة، trust ثقة، mistrust فقد الثقة يعني عكس الثقة، sell يبيع، sell يبيع، buy يشتري، sell يبيع، buy يشتري، unknown unknown مجهول يعني غير معروف، known يعني معروف، known معروف أو معلوم، truth حقيقة، truth حقيقة. عندنا superstition خرافة، superstition superstition خرافة، uncomfortable يعني هسه شوف هذا عندنا كلمة comfortable عفوا fortunatable unfortunate unfortunate يعني لسوء الحظ، unfortunately يعني ظرف هذه يعني لسوء الحظ، لأنه un يعني you un معناها not، fortunate يعني محظوظ، fortunately يعني لحسن الحظ، public عام يعني كلمة public فتشي عام يعني حتى تستخدم مع الوزارات مع المديريات كذا، المديرية العامة public يعني هيك، كلمة private private خاص. زين يعني هذه مجموعة أخرى من المعاكسات المهمة والمفردات المهمة التي تحتاجها كأساسية باللغة الإنجليزية.